أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في نشرة جديدة من أون تي في. وإلى التفاصيل، أبدت وزارة الخارجية أسفها للحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من السياح المكسيكيين في منطقة الواحات، كما أعربت عن تقديرها لألم أسر الضحايا والشعب المكسيكي. وأضاف المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر أكدت للجانب المكسيكي أن التحقيقات في الحادث تتسم بقدر كبير من الدقة والحيادية، وأنه ستتم موافاة الجانب المكسيكي بنتائج هذه التحقيقات فور اكتمالها. انتهى القضاء الإداري بمجلس الدولة من تلقي الطعون على أسماء المرشحين المقبولين والمستبعدين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن المقرر طبقا للجدول الذي أعلنته اللجنة أن يتم الفصل في الطعون خلال الفترة من 19 من سبتمبر وحتى 27 من الشهر ذاته، مع مراعاة أن هذه الأيام يتخللها يومان لإجازة عيد الأضحى المبارك. أعلنت السلطات الكرواتية أنها وصلت إلى الحد الأقصى لاستيعابها المهاجرين غير الشرعيين بعد وصول نحو 13 ألف لاجئ إلى حدودها. كان مئات المهاجرين باتوا أمس ليلتهم في شوارع مدينة بليمانستر الكرواتية بعد أن وضعتهم السلطات في قاعدة عسكرية مهجورة استخدمتها مؤخرا كمأوى للاجئين. يذكر أن المهاجرين غير الشرعيين اضطروا لتغيير مسار رحلتهم إلى كرواتيا بعد أن أغلقت السلطات المجرية الحدود لمنع تدفقهم إليها. ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية السيد نيكولا الحاج من فرنسا. سيد نيكولا، ما هو الضرر الفعلي الواقع على الحكومة الكرواتية من جراء زيادة تدفق اللاجئين إليها؟ في الواقع أن كرواتيا تعاني من اقتصاديا منذ فترة طويلة، ويعتبر هؤلاء اللاجئين عبئا إضافيا يقع على عاتق الحكومة، وهذا سيؤدي في المستقبل إلى حدوث نوع من أنواع العبء الاقتصادي على خزانة الدولة، وهذا سيؤدي إلى تفاقم مشاكل أخرى مع السكان المحليين. نعم، وما رأي الشارع الكرواتي في نزوح اللاجئين إلى كرواتيا؟ في كرواتيا كما في باقي الدول الأوروبية التي تعاني من هذه المشكلة، ينقسم الشارع إلى جزئين. جزء ينظر إلى الموضوع من الناحية الإنسانية، وأن هناك واجب إنساني يجب أن تقوم به حكوماتهم باستقبال هؤلاء اللاجئين، وجزء آخر يرى في هؤلاء اللاجئين خطرا على أعمالهم، خاصة أن معظم هؤلاء اللاجئين من الأيدي العاملة والمؤهلة، والتي تمثل خطرا كبيرا على السكان المحليين وسوق العمل في هذه الدول. نعم، سيد نيكولاي شكرا لك. وإلى الساحرة المستديرة، تأهل الزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه على سموحة بضربات الجزاء الترجيحية 3-4 في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، وذلك بعد إنهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. وبهذه النتيجة يواجه الزمالك الاثنين المقبل في المباراة النهائية غريمه التقليدي الأهلي الذي تأهل بدوره لنهائي البطولة بعد تخطيه أمس الأول فريق بتروجيت بثلاثة أهداف لهدف. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإلى اللقاء.